مشاهدي قناة شوف تيفي، طقس بارد اليوم الخميس وأمطار بالعديد من المناطق. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم الخميس استمرار الطقس البارد نسبيا مع أجريحة فوق كل من المرتفعات والريف والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفات والجنوب الشرقي للبلاد والسيس، فضلا عن نزول أمطار أو زخات رعدية فوق الأقاليم الجنوبية. وتتشكل كتل ضبابية بالسهول الشمالية والوسطى، فيما تتهب الرياح قوية نوعا ما بجنوب البلاد مع تناثر حبات من الغبار. تتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 2 و5 درجات بالريف والهضاب العليا الشرقية وهضاب الفوسفات والماس، وكذا بالمرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية ما بين 12 و18 درجة من السواحل، وستكون ما بين 6 و12 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة العليا تكون في انخفاض على العموم، وسيكون البحر هادئ إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي. يعني مشاهدي قناة شوف تيفي، كيف ما كتشاهدوا معنا توقعات المديرية العامة بالنسبة لطقس اليوم الخميس، طقس بارد وأمطار بالعديد من المناطق. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، هذه هي الأجواء العاصمة الاقتصادية كما كتشاهدوا معنا، أجواء باردة صراحة، وكما كاينينش الأمطار، ولكن مناطق أخرى كاينين أمطار الخير. نشوفوا توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية مرة أخرى بالنسبة للناس، يلا التحقوا بنا والتحقوا بهذا البث المباشر. توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم الخميس استمرار الطقس البارد نسبيا مع جريحة فوق كل من المرتفعات والريف والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفات والجنوب الشرقي للبلاد والسيس، فضلا عن نزول أمطار وزخات رعدية فوق الأقاليم الجنوبية. تتشكل كتل ضبابية بالسهولة الشمالية الوسطى، فيما ستهب رياح قوية نوعا ما بجنوب البلاد مع تناثر حبات من الغبار. تتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 2 و5 درجات بالريف والهضاب العليا الشرقي.